تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمام الآن اختبار متوقع جديد في مادة الرياضيات، تابعوا معي للأخير سأشرحه لكم بالتفصيل. لدينا التمرين الأول، إليك العدد التالي 68.74، اكتب العدد على شكل كسر عشري. قلت لكم دوما عندما يطلب كتابته على شكل كسر عشري نكتب العدد كاملا كما هو بدون فاصلة. نحسب الأعداد التي بعد الفاصلة، 2 معناها هنا 100. احصر العدد بين عددين طبيعيين متتاليين، كيف نحصره؟ نكتب 68.74 عددين طبيعيين متتاليين، هذا نكتبه من هنا 68، نضيف واحد من هنا 69. ما هي رتبة الرقم الذي تحته خط؟ 7 هو أول رقم بعد الفاصلة، إذن هو الأعشار. لدينا التمرين الثاني، مزرعة طولها 450 متر وعرضها 2.5 من طولها، 50 من الطول. جد محيط المزرعة. لدينا حتى نحسب المحيط لازم يكون عندنا الطول والعرض. الآن نحن عندنا الطول فقط، كيف نحسب العرض؟ هو 2/5 من 450، إذا نضرب في 2 ونقسم على 5 حتى نجد العرض. نحسب العرض أولا، 450 نضربها في 2، 0 10 9 نقسمها على 5، 9 على 5 1 والباقي 4، 8 باقي 0 180. العرض عرضها 180 متر. كيفاش حسبناها؟ 450 في 2 على 5. المحيط الآن هو محيط المستطيل، مادام فيها طول وعرض راه مستطيل. المحيط هو الطول زائد العرض في 2، إذن هو 450 زائد 180 في 2. 450 نزيد لها 180، 0 13 6 نضربها في 2، 1260. 1260 متر هو محيط هذه المزرعة. التمرين الثالث، لاحظ الشكل ثم أجب، ما نوع المضلع ABCD؟ ABCD مستطيل. ما نوع المضلع AOB؟ AOB هذا مثلث. ما نوع DCB؟ DCB هذا مثلث قائم في سي، مثلث قائم في سي. نمر للتمرين الرابع، تستهلك شاحنة 7 لتر من البنزين عند قطعها 84 كيلومتر، أكمل الجدول. هذا الجدول هو جدول التناسبية، وحتى نحسب حتى نملأ الفراغات يجب أن نجد العدد التناسبي. كيف نحسب العدد التناسبي؟ هو العدد الأكبر على العدد الأصغر، 484 تقسيم 7، 1 الباقي 1، العدد التناسبي هو 12. ونحسب الآن 14 في 12، العدد الذي تحت نضرب العدد الذي فوق نقسم، 14 ضرب 12 في 2 في 4 168 تقسيم 180 تقسيم 12، 2 24 باقي 4، 24 40 15 لا 3 36 باقي 4،
23. 27 ضرب 12 نضرب في الاثنين 14. 27 324. الوضعية الإدماجية، أرادت عائلة رهف تجديد أجهزتها الكهرومنزلية، فذهب الوالد إلى المحل واقتنى غسالة 185,000 دينار، طباخة 473 47,300 دينار، ثلاجة 81,200 دينار. احسب ثمن المشتريات، نجمع فقط هذه زائد هذه زائد هذه، 18,500، نزيد لها 47,300، 81,200، 10، 17، 14. هذه هي ثمن المشتريات، 147,000 دينار. دفع الوالد تسبيقا قدره 2/3 من المشتريات، من هذا المبلغ دفع ثلثين، خلص ثلثين، والباقي يسدده على 4 دفعات. ما هو المبلغ الذي يدفعه في كل دفعة؟ إذن هو سدد الثلث، يجب أولا أن نجد الذي سددها. من 147,000 سدد 2/3، معناتها نضرب في الاثنين ونقسم على 3. 147,000 في 2 نقسمها على 3، تسعة، 27 باقي 2، 24، 8 الباقي 0، 98,000 هو المبلغ الذي سدده. المبلغ الباقي هو 147,000 ناقص 98,000. الباقي 49,000 هو المبلغ الباقي، 49,000 يسدده على 4 دفعات، الباقي 49,000 يسدده على 4 دفعات، معناها نقسم على 4 حتى نجد الدفعة الواحدة. 4 تقسيم 9 1، 4 تقسيم 4 1، 9 تقسيم 4 2، باقي 1، 2 باقي 2، 5 0. هذا مبلغ الدفعة الواحدة، 12,250 دينار. إذن بهذا الشكل أكون قد شرحت لكم هذا الاختبار، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. في أمان الله، تابعوني هناك دوما الجديد المفيد بإذن الله.